سلام البنات، نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي تشوفوا معايا الشباكية او المخابقة اللي تجي غزالة بلا ماكينة بلا مجهود، تجي معلكة وشيشة وكتدوب في الفرن. قابلوا البنات باش تشوفوا الطريقة والمقادير. إذا البنات غادي نبداو على بركة الله. عندي هنا واحد كيلو ديال الدقيق. بالنسبة للدقيق ديال المخابقة أو الشباكية، استعملوا أي دقيق، ما خاصكمش يعني شي حاجة اللي خاص شي دقيق يكون ممتاز ولا شي حاجة، بالعكس أي دقيق. هنا عندي واحد كاسونس ديال الزنجلان اللي حمرته غير واحد شوية وطحنته. تشوف المهم حنا عندنا دوك النواشف هما الاولين. عندي هنا النافع البلدي، النافع البلدي تغابلو حتى يولي بحال الدقيق باش ما يقطعش لينا العجينه. هنا عندي واحد جوج معالق ديال النافع، حبه الحلاوه نفس الشيء حتى هي جوج معالق. هنا عندي واحد معلقه كبيره ديال القرفة، وعندي واحد خماره وحده. هنا عندي المسكه الحره اللي دقيتها مع واحد شويه ديال الملحه في هاد المهراس، قبلها باش ما يبقى لي فيها حتى حاجه. وغادي نعمل واحد القريصه جهد هذا اللي عنده الخميره معجونه ديال جهد الحمصه. ناخذ واحد القريصه ديال الخميره شويه كامل غادي نخلطو. هنا غادي ناخذ واحد الكاسونه كيف تشوفوا درت فيها واحد الضامه ديال الزعفران، واحد ربيع كاس ديال الماء. هنا عندي الماء ديال الزهر، عندي واحد الكاس، وعندي واحد ربع كاس ديال الخل، اي خل عندكم حتى هذا الحمار ماشي مشكل. هذا الشيء كله عندي هذا عندي فوق العافيه. صافي خليت هذيك الكاسونه غادي تغلي باش هذيك الضويمه تذوب ليا. هنا غادي ناخذ هنا واحد كاس ديال ما عمرش بين الزيت البلديه وزيت المائده، وعندي كاس ديال الزبده اللي مذابه ذوبناه. هذا الشيء غادي نبسبسوه بحال هكا فيكمل. الريحه ديال الشباكيه غزاله. هاد الشباكيه اللي غادي ندير انا اليوم ما غادي تحتاج دلك بزاف، ولا لانني غنستعمل واحد الطريقه غادي تشوفوها معايا دابا. الطريقه اللي غنستعملو هي الحكاكه. تناخذوا هاد الشيء اللي بسبسنا وملنا وتنبداو ندوزوه في الحكاكه بحال هكا. هانتوما البنات تاخذوا واحد البلاصه تخلوها خاويه هنا باش اللي داز صافي ما تعاودوش. هاد المساله اللي تندير بحال اللي تديو البهله. شو البهله؟ كاين اللي تيديرها بحال هكا وتتجي مكدعه وتتجي غزاله، حتى هاد الشباكيه تتجي زوينه. دابا كاع لي دام اللي كاين في هاد الدقيق وهاد الشيء كامل اللي هنا غادي يطلق. كيف تشوفوا البنات هذيك الضويمه مع الخال وما زهر. هنا غادي ناخذ الزعفران الحر، غادي نحكو شويه باش ديجا سخنتو، وغادي نعملو مع هاد الماء صافي باش غادي نجمعو العجينه ديالنا. انتما شوفوا البنات كيفاش يولي الدقيق بحال تيدلك راسو، مفيبقاش ممل. مثلا نحكوه في الحكاكه تيولي صافي بحال دلكناه. دابا صافي غادي نبدا نزيد هاد الماء، وكيف ما كان دافي وسخون احسن.
زيد شويه بشوي لان عرفتوا بان العجينه ديال الشباكيه او المخلقه تتبغي تكون قاسحه. اللي بغى يدير في بلاصه زنجلان يدير اللوز يديرو، حنا درناها اقتصاديه. ها نتوما البنات راني جمعتها، قلت لكم ما تحتاجش الدرك. دابا باش تعطيني شويه الطوع غادي نعمل البلاستيكه وندير واحد الكويرات نخليهم ترتاح واحد شويه. نقسم غير بحال هكا، صافي دابا خليناها ارتاح شويه. دابا غادي ناخذها هادي باش تجي مورقة، صافي كنديرو هكدا. ونرجعوها للبلاستيك. صافي غادي نستعمل حتى نساليو كاملين. صافي من بعد ما ارتاحو دابا غادي نعاود نورقهم بحال هكا باش نقطع قطيعات صغار. جي الخدمة ساهلة. صافي غادي نستمر حتى نساليهم كاملين ونرجع نعاود. دابا البنات صافي من بعد ما ارتاحو لي العجينة دابا غادي نبدا نوضق كل وحدة بوحدها وافيكم طريقة الشباك لي ساهلة كلشي يقدر يديرها. خاصكم تثقوا، شوفوا هداك الزعفران شعرة كيفاش باين كيجي لذيذ بزاف فيها، تيجي يعطي واحد النكهة سالف مخلقة. المهم الناس اللي ما عندهمش الماكينة غادي يستعملوا هاد الطريقة، ماشي كلشي الناس عندهم الماكينة. صافي غادي نقطعوا هاد الجوانب اللي هنا هنايا ما غاديش نمسو هادا باش زوينة هاد الطريقة اللي غنعطيكم، يعني بلا ما نفيني هاد الجوانب. هنا سندير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ونقطع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ونقطع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ونقطع. انتما البنات غنعطيكم الطريقه بالمهل باش تشوفوا هاد الجوج عطيهم فوق هاد الجوج بحال هكدا وتهزوا وترجعوا هاد الجوج فوق من هاد الجوج على هاد الشكل. على هاد الشكل صافي هاد هادو اللي تيكونوا محلولين هنا هادي تتكون محلوله هنا. طلقيو هاد الراس مع هاد الراس بحال هكدا ونسدو صافي وتنقلبو على هاد الشكل وتنحاولو نجبدو شي شويه صافي ونضغطو في الجنيبات بحال هكدا. هذا بامكاني نقطع غير بيديا الا كانت طوينه نقطع غير بيديا. شو كي تجي شكل الوريضه. نعاود معكم اخر وحده
هاد الجوج على هاد الجوج وناخذ بحال هكذا ونعمل هكذا وباش ندير هاد الجوج على هاد الجوج حتى تشوف تاخذوا هاد اويس هذا اللي هنا مع هذا اويس هذا اللي هنا حاولوا لاقيوهم ونضغطوا مزيان باش تيلصقوا صافي تنقلبوا هادي على هذا الشكل حاولوا نجربوا واحد شويه باش يعطي واحد لا فورم لي زوينه وهاد الجنيبات حنا تنديرو بحال هكذا هادي نديرها انا غبي غبي هكذا بلا جراره كاع لما بغيتوش ديروا الجراره على هاد الشكل صافي البنات غادي نكمل العجين ديالي كامله ونرجعوا باش نشوفوا الطياب ديال الشباكيه صافي البنات كيف شفتوا معايا ساليت الشباك غادي نرتاح واحد شويه وغادي نوض باش نبدا نقليها مزيان تخليوها لان كيف ما نشفات مزيان لان بامكانكم تعملوها يعني تشبكوها اليوم وما تطيبوها حتى الغدا ولكن بشرط ما ديروش فيها الخميره المعجونه ديروا فيها الخميره الكيميائيه بوحدها صافي دابا غادي نرجع معكم باش ندوزو نقليو الشباكيه ديالنا ونعملوها في العسل وانتوا معايا صافي البنات دابا غادي نبداو القلي كيف تشوفوا دات الزيت في المقله غادي يسخن راني درت نيت واحد العويد هنا باش نقيس يعني الحراره ديال الزيت هنا العسل هذا هو العسل اللي شاركت معكم مؤخرا وهذا الكسكاس باش تسقطر الشباكيه من بعد ما نحيدوها من العسل صافي دابا غادي نبدا نرمي الشباكيه دائما في الاول تنزيدوا النار حتى تتسخن مزيان غير تنبدا نرمي في الشباكيه وتنقص العافية وغير تشوفوا واش شدات راسها وتنديروا لها نفس العمليه اللي تنديروا البايوات دائما تنمشيو غير بحال هكا بحال تشوفوا تدور لينا المقله بهذا الشكل صافي تدور بوحدها صافي البنات خذات اللويين تنزولها دابا غادي نرميو من تنحيدوها دائما نقصوا العافيه دائما نقصوا العافيه باش نرميو الرميه الثانيه باش تطيب الشباكيه او المخلقه من الداخل مزيان وتجي زوينه ماشي تطيب غير من الفوق ومن الداخل تلقاوها معجنه صافي البنات كيف تشوفوا درتها في العسل دابا جلست واحد شويه في العسل يعني خدات حقها من بعد تنديها في الكسكاس بحال هكذا ها انتما البنات ملي تنبداو نبغوا نحطوا في شي طريسيت ديالنا ولا شي حاجه تن ديما نديروا الشباكيه ونديروا عليها هكا الزنجلان وتديروا اللوز درتو عليها اللوز انا قاش ما دايره فيها غير الزنجلان عندها دير الزنجلان كنتو دايرين وسط منها اللوز مثلا ديروا هذوك اللوز اما افيلي ولا اللوز هامشوه كان اخواتي وصلنا اخر فيديو نتمنى الشباكيه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها لانها قلت لكم تجي شيشه تجي مشعبه تجي جديده واقتصاديه ونتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو قادم ان شاء الله رمضان مازال ومازال شيوات ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم